البشر وقسي البشر لا للحجر قسي البشر واتمتعوا بقصص الحزين يا مي يا مي يا مي يسمع أنيني طيبي وسكيني عود قلبك الأسرار شوفك يا هالمدينة مثل البحر غدار وشك طيبي وسكيني عود قلبك الأسرار أحلام ضاعت بالفضا مجروح ما عنده حدا الظلم هالدار بمشي بعتم الحواري شو مخبى ورا الابواب قصص هموم ومواهب ليك أمي عالنار أمي روحي البسي الزينز وتعي العمى زرقا شو بدي أعمل له أنا يعني وليه على عيونه شو سهطان الهيئة ما رح يقتنع أمي هذا آكل عليه الدهر وشربان خلص لكن أمي خلينا نعيش بهالبيت والله قلبي انشرح له لك أمي البيت مو باسمه اسمعي إذا ما اقتنع بركي بتقنعي يسجل البيت باسمه هاي سهلة بس أمي كيف بدي أحكي معه يعني أبي دايماً قاعد معنا وأنا ما بقدر أحكي قدام أبي ولا يهمك تركي هي علي أنت جيب الشاي والحقيني ماشي اسمعي لقلك بركي بتحسني تقنعي إنه يسجل البيت باسمك لا أمي لا هاي صعبة كتير ما رح يقبل لك يحاولي قبل ما ينقذ مني هيك قلتي يا طبعاً أمي طيب. أبو ربيع ماله قليل بنوب طيب بركي بتحسني بعد شوي لنشوف بجوز بتحسني لك بتحسني انتي نوقاية ربعيتي بتحسني جاد رنا نعم ماما ما خلصت وظائفكم لسه؟ لسه ماما وانتي؟ انا قربت خلص ماما يلا بسرعة لانه تأخر الوقت لازم تناموا ايه ماما؟ حاضر ماما أهلين طلال وين هويتي؟ بالخزانة وينك ما بين طول النهار؟ خلصتي المعاملة؟ طلال ما بلشت فيها لسه ليش بقى؟ ما في داعي لهالشي أيوة على أساس ما في فرق بيناتنا ما هيك؟ أكيد طلال ايه روحي جيبي الهوية روحي حاضر
ما بصير يا أم جميل نتركهم لحالهم، ما بصير. شو صار لك؟ مالك شايفني وقفت له؟ ما بصير ما بصير. اسكت خليني اسمع شو عم يحكوا. هلا بدك تسمعي من المطبخ من هون. ايه بسمع، لا تخاف، اسكت انت. شبك ابو ربيع؟ مو على بعضك كانك؟ حدا شافك بهذا الزينز؟ ايه. مين؟ مين حكي لي؟ ما قلت لي ابو ربيع رح تسجل البيت باسمك؟ لك رح اسجله ورح اسجله، بس مين اللي شافك فيه؟ ليش ما قلت له؟ لا ما قلت لي. ما رح اقول له. قلي لي هلا مين شافك فيني؟ خلص خلص رح اقول لك ولا يهمك. امي وابي بس. هلا بدك تشتغلي فيه؟ بدك تشتغلي فيه؟ والله طيرتي لي عقلي. ابو ربيع بتغار؟ طبعا بغار. ما بتعرفي النتج شو بيقول؟ يلي ما بيغار. لا ابو ربيع على سلامتك محشوم. لك انتي نوقاي. انتي نقاية عقلي، نقاية قلبي. لا ابو ربيع هلا بتجي امي بتشوفنا بعد بعد روح. لك بتجي شو نحن عم نسوى؟ شو ابو ربيع؟ قول ابو جبر رب الفلق مش قريب ما خلق. سخن لكم الشاي ولا اعملكم غيره؟ يا ليك طول اكثر. ما بدنا عذابك، ما بدنا عذابك مرت عمي. امتى كتب الكتاب ابو ربيع؟ بكره. بكره كتب الكتاب والدخله سوا. مو لنستلم البيت؟ شو هي كيما؟ بكره بندفع المصاري ونستلم البيت، وبعدها بننزل على الطابو بنعمل الاوراق وبنتجوز على طول. شو فيها؟ انا هيك متفق مع المكتب العقاري. خلص لكان، توكلنا على الله. على راسي، على راسي كلامك. تصبحي على خير. تكرم. نداية عمري. أنا ما رح أنام. أنت نامي واستريحي. أنا ما رح أنام الليلة من أول. شو أبو ربيع؟ مطول؟ جاي جاي يلا جاي. خاطري إنه جاي. خاطركم تصبحوا على خير. الله معك. شو صار ولك نوقاي؟ أمي رح يكتب البيت باسمه. تقبري قلبي، تقبري قلبي. شو نغزة وفهماني كنك أمك. بس أمي شو مشان أبي؟ لا تاكلي هم ودواء عندي. ها ايوه إذا هيك شي تاني. لك ما بقصد ولك ما أوصى. تقبري أمي. تعي تقبري. يا روعة يا بنتي طولي بالك، شيرين مو قصدها تسجل، صدقيني ما أنا متهمتك. هي كتر خيركم مرت عمي، بس انا ما عاد فيني اقعد بهذا البيت ولا يوم. طب خليك للصبح بلا ما تروحي بهالليل. كون ما عندي كرامه اذا بقيت هون. لا بالغت كثير، بالغت كثير ست روعه. بدك ياني شوف هالمبلغ معك واسكت؟ شفتي مرت عمي؟ هي عم تتهمني مره ثانيه. ليش ما قبلتي تشوفي القصاص طلال؟ لانه ما بدي دخل حدا غريب بيناتنا. لا يا شيرين، ما بدك تظهر الحقيقه وتطلع براءتي وتنكشفي. إذا هيك لك نجيبي؟ لا حبيبتي ما عاد في داعي. لا تواخذيني مرت عمو. وشكراً كثير شيرين. بس بكره رح تكتشفي إنك ظلمتيني. رضاي عليكي وين رايحة بالليل؟ الله يخليكي يا بنتي، خليكي للصبح. روعة. امي لا تاكلي همه، ظاهر عليها ما بس بتدبر حاله، بتدبر بلد. اخ يا بنتي اخ، ليش ما خليتي للاستاذ؟ لك اسمعي رح يقول الكلام اللي بدها اياه. ليش؟ شو في بيناتهم؟ امي لا تفهميني غلط، بس بقصد انه هذا الاستاذ ومرته كثير بيعزوها لروعة. خلص امي خلينا نروح على الاوضه، لازم تنامي، بكره عندك مستشفى. يا رب. لا حبيبي علاء، خلص ال 70,000 ما عاد بدي اياهم. حقك على رازي، صدقني انشغلت كثير، ما بعرف ليش نسيت احكي معك. لك لا لا يا رجل، صدقني ما لازميني خلاص. طيب طيب، بكره بحكي مع زهير وبركي بنمرق لعندك. مع السلامة. Anyway. We're here for you now, okay? سمعتك عم تحكي مع علاء عن 70,000، شو قصته؟ موضوع انتهى.
مو من حقي أعرف. مبلغ تدينته وما عاد لزمني. منشان تحقيق القصة؟ حاسستك سارة عم تخبي عني كثير، شو القصة؟ لك أنت شو قصتك؟ هو علينا، أنا عم أعمل قصة. طلع لا تعلي صوتك وجاوبني إذا سمحت. طيب برأيك الزوجين ما لازم يخبوا شيء على بعض، ما هيك؟ لا ما لازم يخبوا شيء عن بعض. برافو، وليش برأيك؟ طلال أنا مستغربة ليش عم تحكي معي بهي الطريقة. لا تهربي. هو علينا، من شو بدي أتهرب؟ أنت لسه ما جاوبتني على سؤالي. رح أجاوبك عايدة. المبلغ بدي أدينه مشان سفرة بيروت، وقت قال التاجر إنه سفري على حسابه تراجعت ونسيت أحكي لك، ما خبيت عليك عن قصد. أنت في شي بدك تقولي لي إياه؟ لا. أوكي، انتهى الحديث. هلا هيك انتهى الحديث؟ تافه مو هيك؟ أكيد تافه. من وقت ما تزوجنا لهلا كل ما بجي على هالبيت بحس إنه حيصير في خناقة. وصل على باب البيت بحمل حالي وبطلع، رد بوصل على باب البيت رد بحمل حالي وبرجع. أنا اختنقت، طقيت، ما عاد فيني أتحمل. معقول يكون عارف؟ لا لا، الوقت صار مو مناسب. يا ربي كان لازم احكي له عن شاكر من اول يوم، بس هو ما اعطاني فرصه. شكرا كثير سلطان على الموبايل. المهم صار فينا نحكي مع بعض. ايه اكيد. تصبح على خير. انت بخير. فايقة؟ تعي تعي. شو لك حبيبتي؟ ليش زعلانة؟ وينها ماما؟ ماما راحت مشوار خطير. يعني لخوي؟ يا الله شو حلوة هاللعوبة؟ شو سميتيها؟ ما بعرف. طيب شو رأيك نلاقي لها اسم؟ مثل شو؟ مثل شو مثل شو؟ ندى. تحلى الاسم. جنيتي صار لعقلك شيء لحتى تجيبي بنتك تعيش معكم بسرعة؟ شو فيها زهير؟ شو فيها؟ أنا ما عم بفهم عليك، بعدين تعال لك هو اللي أصر مو أنا. إيه لا حبيبتي، لا يا عيوني، هالأسلوب مو معي. أنا أسلوب؟ يعني لا تفكريني قدامك علاء الغبي. اسمع زهير، أنت بتعرف كتير منيح إنه أنا وافقت على هذا الموضوع مشان آخذ قرشين لعالج فيهم بنتي ندى، وأنت أكثر العالم يا زهير بتعرف ندى شو بتعني لي، هي كل حياتي. بعرف، بس هاد الشي ما بيمنعها تأجلي جايتها، لأنه هلأ رح يبلش يتضايق منك ومنها، مو يتعلق فيكي، يعني ممكن يكرهك لهالدرجة؟ وأكتر، جايبتي له عفريتة تعيش معكم. شبك زهير؟ لا تقول عنا عفريتة. وستين عفريتة كمان، شو بدي أقعد تغزل فيها هلأ؟ اسمعي، بتلاقي طريقة، بتلاقي أي عذر وبتبعتيها لعند ستة. ما بقدر، لأنه لازم ندخلها على المستشفى. زهير شبك نسيان أنه لازم ننقلها صفيحات؟ ماشي، بس تخلص من المستشفى بترجعيها وبتفضيله. ايه وبركي تمسك بالبنت وما رضي لانه عم بيقلي حاببها. بدك عم بيسايرك، لسه ما مل منك. استعجلي وصرفيها قبل ما يمل منك ومنها. بدك هلا بتروحي على البيت بتلاقي عايف امره منها. علاء لهلا ما تزوج مشان يضل حاله يتفرغ للكتابه. مزبوط الحق معك. خلص اوكي حاضر. ولا بتعملي شيء قبل ما ترجعي لي. بعدين لا تنسي الشيء كلي موقعتي، لأنه إذا مل منك أو ما نجحت العملية تحتك بيت خالتك.
ماني بس يعني طم مسكي. هاي الاغراض والدواء تبع بنتك اللي المفروض كنتي عم تشتريه هون. فردي خليتك فرديها. بدك اياه يتعلق فيكي بدون تجيبي بنتك تعيش معه؟ شو الغباء ها؟ كثير حلو. يعني بتحبوا بعض؟ بدكم تتجوزوا؟ لا منحب بعض ولا بدنا نتجوز. هدية. ايه فهمت انه هدية، بس يعني إذا ما بتحبوا بعض ليش لحتى تقبليها؟ مو معقول انت بدك تضلك حوبة؟ رفيق وهداني هدية. عادي يعني. مبروك. كيف؟ مبروك. بس أنا ما عم فرجيك إياها لحتى تقولي لي مبروك. عم فرجيك إياها لحتى تفهمي الدنيا. كيف يعني؟ يعني أنتِ بدك تضلك تخدمي بالبيوت وأنتِ فيكي تعيشي أحلى عيشة؟ أنا وياكي مو ناقصنا شي رجاء. حلوين؟ شوية سيشوار للشعر، مكياج خفيف، نطلع حلوين كتير. وبعدين؟ كأنه حديثي مو عاجبك؟ لا بس ما فهمت. لا أنا متأكدة إنك فهمت علي. هذا الموبايل بدك شهرين شغل لحتى تجيبيه، يمكن أكثر. إيه بس الشاب اللي بده يجيب لك إياه أكيد بده شيء. لا مو كل شيء بس. لا 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 تسرعي، أنا مو جايني شيء. أنا جيت لحتى أنصحك لأني زعلانة عليكي. شكرا بكرة ونحكي. سايرك لسه ما مل منك، استعجلي واصرفيها قبل ما يمل منك. لك هلا بتروحي على البيت بتلاقي عارف امره هنا. علاء لهلا ما تزوج مشان يضل لحاله يتفرغ للكتابه. لا لا ما عجبتني، ما حبيتها. البوسه كان بدي اياها بوسه قويه مشان اعطيك القرنوب. هذه بس شو؟ ما بدك ما في قرنوب؟ اجي شبابك اجي ولا بتعمل شيء قبل ما ترجعي. بعدين لا تنسي الشيك اللي موقعتني، لأنه إذا مل منك أو ما نجحت العملية بدي أحطك ببيت خالتي. خير بابا. صحيح. شو شفتك من بعيد صافي، بشو عم تفكر؟ ما في شي بابا. في شي مشكلة؟ لا لا أبدا. لازمك مصاري؟ لا معي بابا. معناتها مالك حابب تقلي بدك تخبي علي. لا بابا القصة مو هيك، بس أنا ما بدي ضايقك. ما ضايقتني وخلص. كنت عم فكر انه ماما منين عم تجيب رقمي كل مره. ليش هي اتصلت فيك؟ اتصلت وقالت انها جاي بعد شهر. مالك بالعاده تحكي معها؟ لا مو هيك القصه صارت، يعني هي اتصلت وقالت الكلام بسرعه قبل ما لحق سكر بوشها. قالت لي انها جاي هي وزوجها بعد شهر وبعدين سكرت بوشها. بدك شي مني بابا؟
سلامتك. أنا طالع. خلينا نذكر اسمه لحاله. ما اتفقنا بالمواس؟ خلصتونا عمي. ليتك حي الله. يا مين احلى وسهلا. الله معك. 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 الله ليك هدول اثنين شبه هون صار لهم يومين ثلاثة عم يلحقوني. هدول اثنين؟ ايه خوفوك هدول اثنين؟ ايوه هدول اثنين خوفينا. بدك صار لهم مدة عم يلحقوني. ايوه يا امك هدول وصاويس عندي. صار ما صار خبرني بس انا مستعجل. بدك شيء؟ لا لا لحظة يمكن الموضوع بخص معلمك. ابو جابر يستر عرضك شو بخص معلمي؟ مستعجل عم اقول لك. لك لحظة لأحكي لك. شو بتحكي لي؟ لك أخي ايه؟ أخي امشي طالما بتعرفون امشي. لك ما بينحكوا هون. لا ما بينحكوا هون. شريف شريف, شريف. مثل ما عم اقول لك انا لما كنت مسافر شفتهم لهدول اثنين عم ببنشروا دولاب السياره قدام بيت ابو جميل. ابو جابر متاكد؟ انا متاكد. ايه هدول الاثنين اللي كانوا عم يركضوا وراك؟ لك ايه هدول الاثنين وبنفس الليله انقتل الرجال عند بيت ابو جميل. عند بيت ابو جميل. وليش ساكت لهلا يا طارق؟ شو بدي اعمل انا؟ ابو جابر خبرني موضوع مثل هذا ما مسكت عليه. خبرني يا اخي لخبر معلمي راح يروح فيه الزلمي. لا اله الا الله. هذا اللي صار. يخرب بيتهم يخرب بيت بيتهم. متأكد أنت؟ إيه شو بدك تعمل هلا؟ طولي بالك شوي. شو بدي أعمل؟ طارق امشي معي. لوين؟ امشي معي على الجنائية. طول بالك يا طارق. اسمع تشهد بهذا الكلام؟ أنا بشهد. قول الله. لك وين سحبوا هذا طارق لأبي؟ قومي بليشي بلية. يا أمي أنا من امبارح قلت لأبوك يروح بلغ الشرطة. هيك أحسن. الله يجيره من هالقصة يا رب. لك شو بك خايف؟ لك شو ما بدك يعني خاف؟ طارق بيعرفنا بيعرفنا مزبوط لك تيم؟ لك ما قرشناه. لك وإذا ما قرشناه بس بخاف إنه صاحبنا يحكي له حكايتنا. لك طارق أجدب، شو بده يطلع منه يعني؟ ما بعرف شو بده يطلع منه، بس فكر ينزرقل إن حارة يومين خلينا نريح راسنا الله يوفقك. أخي رح نكف مغيب يومين ونرجع الحارة. ماشي. امشي. عبودي. شو في لك تيم؟ شلون فاتتنا هالقصة؟ لك فهمني لا تقرني فهمني شو في طاري جارو
وطاري رفيقه لخالد. يعني معقولة مرق هيك بالصدفة وشافنا نحن عم نبشر السيارة؟ إيه مو معقولة. ما تدوزنت براسي، يعني ما فهمت. إذا هذا الزلم إله في الشنطة بيكون طاري شريكه، وطاري حرام يعتيه ابن كار، وخالد ما رح خبي شي عن طاري. والله فوتتني بستين حيط لك تايم شباك. مو قدي عبودي، مو قدي لك، عم زبطها بنافوخي ما عم تزبط. أخي أعطيني من الآخر، والمعنى؟ المعنى ما رأى أتحرك بالحارة لك، رح تروح منا شنتاي ونحن واقفين مثل الجدبان. والله لقيم عيونك يا طاري، أنت يلي معك. وإذا طلعت حساباتك مخربطة مثل العادة، بقص إيدي بالباط من هون إذا ما بكون حسبتي مزبوطة. بس توب سيكريت، تاخذ لك سيجارة؟ لا يسلموا ما بدي. ابن نايس ليش أنا معي دخان؟ امشي شاخ. لك رح يطق عقلي لك أبو جعفر، رح يطق عقلي لك. ما عم بفهم لهلا شو اللي صار مع طارق وليش رجع؟ يا سيدي أكيد الشيء اللي منعه من جاي لعندك كتير كتير مهم. المهم هذا الزلم اللي حكيت لك عنه ما عرفته؟ إذا ما خاب ظني هذا جاره أبو جابر. ما هو هذا اللي مخوفني لك أخي. طارق وجاره أبو جابر مالهم طيبات بنوب. عن إذنك. لوين رايح؟ بدي اطمن. قلت لك أنا رايح. معلش أبو جعفر، رح أروح شوف البنت وزورها وأجبر بخاطرها قبل ما يصير شيء. أنو بنت؟ بعدين أبو جعفر، بعدين بحكي لك كل شيء. هذا المشوار كان لازم أعمله من زمان. لوكا مزبوط، ودير بالك مليح أبو خالد. وكل الله أبو جعفر، يلا بخاطرك. مع السلامة. يلا ماما ما عاد تقدر. والله شرحت حبيبتي بس هلا ما اكلتي. والله ما عاد تقدر. ما لا في خلص، ما في داعي للشرح كله. والله يرضى عليك. مو هذا اللي طلع لي؟ خلص انتهينا. انا بقرب فرصه بمر لعندك وباخذه. ماشي الله معك، مع السلامه. شو حبيبي في شيء؟ هذا اخي المحترم كان عم بيحاكيني. خير؟ صار له سنه ونص ما حاسبني على ارباحي معه طبعا، وهلا بيقول لي طلع لي مليونين و800 الف ليره و900 ليره للامانه. ها ايه شو يعني مو منيح؟ كيف منيح يا هيام؟ معمل بيجيب ارباح عشرات الملايين. يا بدهم ياني بيعوا حصتي بتراب الفلوس، يا بدهم يسرق. استغفر الله العظيم، والله عيب. طيب نحن اخوه. طيب طلب الحسابات وفين نجيب محاسب كمان؟ بس ما بيسوى نسمع الناس فينا ونبهدل ابي بقبره. على كل حال لازم نلاقي حل لهالموضوع. على فكرة رح أحكي مع عم مصافر ترجع تداوم. ليش حبيبي؟ خلص ما في داعي، خلص العرس. رح نضل عرسان كل عمرنا، بس بتحتاجيها. مثل ما بدك. أخذتي موعد مع المستشفى مشان ندى؟ إيه بكرة. شو حبيبتي؟ عم بدنا نروح على المدرسة؟ بلا بدي. عظيم جدا، رح حطك بأحسن روضة بالبلد، يكون فيها علم ويكون فيها ترفيه، وأهم شيء يكون فيها ألعاب. لك الله يخلينا إياك وما يحرمنا منك يا رب. لك هينا تدوش هاي. Thank you.
ليش تأخرتي امبارح؟ بالشغل أمي. يا أمي وطوا صوتكم. أبوكي راح، لما بحكي معك تطلعي فيني. ورجيني خلقتك. ها وهي ورجيتك هالخلقة حلوة ما؟ اسمعي ولي، أنا اليوم بدي روح شوف وين أنت عم تشتغلي. إيه تعي. وين المشكلة يعني؟ أنا ما بخاف أصلاً، ما عم بساوي شي غلط. بعدين أنا ترباية أم ربيع وأبو ربيع. لك يا أمي، والله أنا عم بحكي هيك من خوفي عليكي. لا أمي، هي اسمها قلة ثقة. بس شو بدي أحكي؟ خلاص نيال المظلوم عند ربه بريء. حبيبتي هي مو قلة ثقة، هي محبة. ليش أنا في حدا بيحبني بهالبيت؟ شو هالحكي؟ لك يا أمي نحن كلنا منحبك. إيه والله والله، أنتي وإختك عندي إياكم بالدنيا كلها. بعرف أمي بعرف. وأنتي ما في أحد من قلبك. الله يرضى عليكي وعلى أختي. بس أنا مصروفي كتير كبير، بدي إيجار طريق وبدي كتب، بدي ميت شغلة وشغلة، وأبي الله يعينه إيده هيك. استحيولي. ماشي أمي، أنا بدي روح على الجامعة، بخلص الساعة 2 مشان روح على الشغل. بقى قليلي وين بدك لحتى لاقيكي؟ مو مشان شي، مشان ترجعي ثقتك ببنتك. لا أمي مالي رايحة، لك أنت تربايتي وأنا بثق فيكي وبأخلاقك، بس الله يجيرنا من أبوكي. أختي شو اسم المحل اللي عم تشتغلي فيه؟ اسمه النعجات الثلاثة اختي. ليش هيك عم تحاكيني هلا؟ شو قلت لك انا؟ ما قلتي لي شيء، بس عم تحشري انفك بشغلات ما بتخصك بنوب، وقلتي هي بمشاكلك وبعدين تفتي لي مشاكل غيرك. الله يرضى عليكي. ما يا ابو ربيع وبعدين شو هالقصه معها؟ ليش انا ما قلت لها؟ لا والله ما قلت لي. ايه ما راح اقول لك. اخي انا مستعجل مستعجل، بدي استلم البيت اليوم قبل بكره، ما بقدر استنى لحتى يصير الفراغ بالطابو. لك يا اخي فيك تستلم البيت اليوم اذا بدك، بس ادفع لي كامل المبلغ. اخي مو اصول مو اصول، لازم يضل المبلغ على الطابو. لك يا اخي انا عم بيعك بيت بفرشه. ايه وجهك هاد؟ صلوا على النبي يا جماعة، أنا بحل لكم إياها. إيه تفضل حلها. ليه ساكي؟ عمي بتدفع له المبلغ اللي عم تقول له عليه، وباقي المبلغ بضل عندي أمانة ليوم الطابو. إجا هيك أنا موافق. وأنا ما عندي مانع، إذا بدك تستلم اليوم البيت. اليوم اليوم؟ اليوم. أسمع خلينا نقرأ الفاتحة وبعدين نكتب العقود. بسم الله الرحمن الرحيم. ضالين أنا. مبروك. الله يبارك فيك. صباح الخير بابا. صباح الخير. بدك شي مني؟ انا رايح على الجامعة. سلامتك ماهر. امتى امك اتصلت فيك؟ مساء. غريب هالمرة ما قلت لي لا تقول عن أمي. ما بعرف. بسيطة بابا، ما في داعي تبرر لي. أمك ما اتصلت فيك يا ماهر. لا بابا القصة مو هيك. لا تكذب جودي، أنت بتعرفها. وشو علاقة جودي بالموضوع؟ هي قالت لي إنه أمي جاي على البلد. آه يعني علاقتهم حميمة وفي اتصالات بيناتهم. يمكن. وأنت من إمتى بتعرف إنهم بيعرفوا بعضهم؟ من أول ما تعرفت على جودي بالجامعة. ها؟
بس ما قلت لي بابا؟ معناها انت بتعرف مين عم يعطي ارقامنا لامك ما؟ قل لي بصراحه ليش عم تتظاهر هيك انك محتار ومو عارفان منين عم تجيب ارقامنا؟ لاني طلبت من جودي انها ما تعطي رقمي. وهي عملت اللي طلبته منها؟ اكيد. بابا انت بتثق بجودي؟ ايه بابا، جودي صادقه معي. سادة بجوز، ما بيهمنا بابا ان كانت سادة ولا لا، بس انا عاتب عليه لانك عم تخبي عليه. اسف بابا، بس ما كنت حابب احكي بموضوع. اوكي بابا، يلا حبيبي، تاخرت على جامعتك. حاضرك، مع السلامة. قلنا بطلنا الدراسة، ما في مدرسة يعني ما في مدرسة، كسرنا الدف وبطلنا الغناء. يا أبي كرمال الله لا تبطلها من المدرسة. لك عم تكسر راسك. خلص يا أبي خلص، مشان الله مو بدك يعني يروح معك بس لا تضربه. لك فوتي أنت، اشلحي صدريتك وتعالي. وأنت امشي من هون، أحسن ما كسر راسك. ها ورحت نام عند الجماعة ولا بالبيت؟ لا بالبيت، امشي. لك وأنت بسرعة. لك يا الله وليه؟ رح نتأخر على المخلوقة. خلصت يا أبي. يلا قدامي. إذا ربك اللي خلقك وخلقني بحب المظلوم وبيوقف معه، بدك يعني أنا أظلمك؟ رح أضل أخي، أخوكي وأبوكي وكل عيلتك، وتارك معلق هون بهالرقبة. لا بوس إيدك لا تضيع حالك، أنا الله بياخد لي حقي. هذا بالسما، بس على الأرض لازم يتعاقب. الله بيعاقب بالدنيا وبالآخرة، وأنا بدي حقي الله ياخد لي. وعدني إنك ما تعمل شيء، وعدني. صعب، ما بحسن وعدك. اللي عملوا فيني هيك ما بيكفيني فيهم الموت. بس يا هل ترى إذا ماتوا أنا بحسن بتجوز طارق؟ عود أخي عود. شو عم فهمك أمي؟ هذا رجال كبير وطاير عقله فيكي، بتجيب المسايسة وبتسحبي منه قد ما بتقدري. بدنا نأمن مستقبلك. ها لا تأكلي هم أمي، خلاص
عرفت دواء لأبو ربيع؟ تقبريني شو بتفهمي، بس ليكي ما بيجي بالمعاندة، أبو ربيع راسه يابس. مو علي أمي، مو علي. لهلأ ما لبستو وقعدين الزلمة على باب المحكمة وما يشرف ياخذ العروس من هون. ما بالحق، ويلو البيت ويلو كتب الكتاب. ايه وشو صار لو أجلت وكتب الكتاب يومين ثلاثة؟ ايه خربت الدنيا كلها العجقة بسببها. مليت مليت يا أم جميل، لسه فايت طالع لعنا وهو. خلصنا بقى، قوموا البسوه. أبوكي غيران عليكي، بس الحق معه، هداك انفرط وفرط فرطة. ما تحكي هيك أمي على عريسي، بزعل منك. صاي ذكرتيني، بطليله هي حماتي، يبعت له 60 حمة. خلص تكرم عينك، بكرة بخلينا ديلك مرت عمه. عم الدبب إن شاء الله. وينكم؟ حركوا تأخرنا. لك شبك لسه في وقت. بده ينزلنا بالميكرو، والله ماني منزلتك إلا بتاكسي. عروس يوه تقبريني حقيني. لا تاكل هم، أكيد ما في شي. هلا بروح على الحارة وبتطمن لك. بتطمني لي ولا بتطمني لنا؟ رجاء، وقت شفتي لطارق جاب لك شي سيرة مرتي وابني؟ ما قلت لك كان طالع خلقه علي لأني متأخرة، مع أنه جماعة وصلوني على باب البيت. إيه معلش يا رجاء، طارق بغار. شو مشتاق شوف ابني. أنا بجيب لك يا. لا رجاء، الجنائية معبية الدنيا، إذا حسوا عليك بتبتلي. خلص لا تاكل همي. لا لا الله يخليك، خليني أعمل لك شي، صدقني بدير بالي. بعدين أنا والله جعبالي شوف ابن أخي. طب كيف؟ هلأ إذا رحت لعندك على البيت بجوز تلحقني الشرطة، مو هيك؟ مو بجوز، أكيد. بس إذا رحتي على بيت حماتي وقلتي لها لحماتي تجيب خالد لعندها، ساعتها فينك تجيبي ليها من عندها. طيب دلني على بيت حماتك. ماشي، وراح أكتب لك كمان ورقة وحط فيها علامة لحتى ما يشكوا فيكي أو يخافوا منك. طيب بسرعة، شو مستني؟ والله بستني الورقة والقلم. ما عندي، عمي طلعني من المدرسة أول ما ماتت أمي وشغلني معه. صدقيني أنت لا تكمل أخي، المتعلمة أحسن. سيدي ما علينا، أنا راح أشتري دفتر ورقة. شيرين، تعلمي أنك ما تطلعي لورا. هلأ روعة حتى لو كانت مظلومة مثل ما عم تقولي، هذا ما بيغير شيء بالموضوع. المهم تفكري باللي جاي. بس مهما كان هي قريب، بعدين والله أنا بحبها، مو هين علي اللي صار. شوي بتحبيها أنت، هلأ ما بتحبي حدا غيري. يعني هو حبها غير حبها. المهم جودة، إمتى رح نتجوز؟ اليوم بنسهر بالمزرعة وبنحكي. مو بس رح نحكي، رح أعطيكي كل شي وعدتك فيه وزيادتي. بس ماما لحالة بالبيت. معناتها بنأجل موضوع الحديث بالزواج لحتى تزبط ظروفك. بس يعني شو بس بدك يعني أعدلك عند الست الوالدة؟ لا لا ما أقصد هيك أبدا. إذا ما بتفتحي لي موضوع الزواج لحتى تزبط ظروفك ونتفرغ لبعض. الحق معك، بس يعني ليش هيك زعلت عم بتناقش؟ لأنه الموضوع بسيط، بتجيبي له خدامة. شو؟ ما رديتي؟ يعني الخادمة بدها مصاري والمبلغ مانو صغير. رح دبر حالي. شلون؟ رح بيع شي من عندي. مثلا؟ لسه ما فكرت. Thank you.
شيرين كل شيء بهالحياة كله تمام، وأنا مشان أحصل عليكي لازم أدفع الثمن. تمام؟ هي لعبة ألفاظ يعني، اختاري الكلمة اللي بدك إياها، المهم إنك تقولي لي. قصدك تتزوجني؟ الظلم هالدار